ابتسام من عجمان بارك الله فيها تقول يعني أنا كنت أستمع للبرنامج وسمعت جوابك لكني ما سمعت الجواب كامل، وإنما يعني وصل إلى سمعي أن النساء في بيوتهن ممكن يتصدقن، ومرت الكلمة وما ركزت، ممكن يعني تبين لنا؟ أختي ابتسام بارك الله فيك ورضي عنك وزادك الله حرصا وتوفيقا وصلاحا. أخت الفاضلة، نعم النساء والرجال يستطيعون أن يتصدقوا وهم في بيوتهم. المرأة الآن ما تقوم به من عمل في بيتها صدق، الطبخ الآن اللي قاعدة تطبخه في بيتها صدقة، هذه تتصدق بهذا العمل الصالح، تنظيف البيت صدقة، تربية الأولاد صدقة، الإعانة على يعني أمور الذرية صدقة، بر الوالدين صدقة، هذه كلها صدقات، القيام بحق الزوج صدقة، ترتيب البيت وتنظيفه صدقة لها، لأن المسلم مطالب بأنه يكون نظيفا وأيضا يتجمل. كذلك قضية الصدقة، ما أدري أنا قد تكونين تقصدين أحيانا الإنسان هو في بيته يستطيع أن يتصدق، يلبي نداء ولاة الأمر، يلبي نداء الجمعيات مثلا، وذكرت أنا المحمول الآن أغلب الجمعيات مثلا عندنا في الدولة في تطبيق في المحمول خدمة مثلا تستطيعين تتصدقين بدرهم يوميا، في عندك المحمول في رصيد، ما دام في رصيد تستطيعين تتصدقين يوميا بدرهم، بخمس دراهم، عشر دراهم، تستطيعين تأدين زكاة مالك وأنت في بيتك ترسلين الجمعية، تستطيعين تتصدقين، تستطيعين تساعدين فقير مريض مثلا يحتاج إلى عملية، يحتاج إلى شيء، وجاء إعلان مثل برنامج ألم وأمل، أو ترسلين رسالة وتصلهم ولله الحمد. تستطيعين حتى زكاة الفطر تستطيع وأنت في بيتك، أو وأنت في بيتك تبعثين رسالة يخصمون من رصيدك اللي في المحمول ويروح زكاة الفطر، الحمد لله، هذه نعمة من نعم الله. نحن الآن في زمن الوباء وكذا، إرشادات صحية وتوجيهات طبية على أننا لا نكثر الخروج، أيضا نقلل من الخلطة وشيء، أصبح الحال والحمد لله هذه الجمعيات تقوم بجهد عظيم.